مرحبا بمتابعي قناة الفيا أكاديمية على اليوتيوب، قناة تعليمية تخص جميع المستويات من السابعة أساسي إلى البكالوريا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل خدمة الجرس ليصلكم كل جديد. يمكنكم متابعتنا أيضا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك الفيا أكاديمي وزيارتنا على المنصة التعليمية www.lviaacademy.com. تجدون فيها ملخصات للدروس وتمارين مرفقة بالإصلاح. درسنا اليوم سيكون كما وعدتكم حول المنهجية، منهجية تحرير المقال الحجاجي لتلاميذ السنة التاسعة أساسي. كما تعلمون أن النص الحجاجي هذه السنة من الأمور الجديدة بالنسبة إليكم، لابد في البداية أن نتعرف على كيفية كتابة هذا المقال. ما هي المنهجية التي يجب أن نعتمدها في تحريرنا لمقال حجاجي حتى نتحصل على نص متكامل وذو منهجية يعني سليمة؟ كل موضوع تعلمون أنه يحتوي على ثلاثة عناصر أساسية، وهي المقدمة، الجوهر، والخاتمة. هذه العناصر لا يخلو منها أي مقال أدبي، سواء كان ذلك مقالا سرديا أو مقالا وصفيا أو مقالا تفسيريا إلى غير ذلك من أنواع المقالات المختلفة في اللغة العربية. بالنسبة لمقالنا الحجاجي، لابد أن ننبه التلميذ على ما يجب عليه فعله وما يجب عليه تجنبه في المقدمة وفي الجوهر وفي الخاتمة. نبدأ أولا بالمقدمة. في المقدمة لا يجب أن يصرح التلميذ بموقف قبل الأوان، كما لا يمكن أن يدرج مقدمة جاهزة يكون قد حفظها لكل المواضيع، لأن المقدمة العامة لا تصلح لكل موضوع. هذا الخطأ شائع جدا في صفوف التلاميذ. كثيرا ما نلاحظ أن التلاميذ في الامتحان قد يحفظون مقدمة عامة ويستعملونها في مختلف المواضيع، لكن لابد أن نتجنب هذا الخطأ وأن لا ندرج أن لا نحفظ مقدمة جاهزة ويعني نسوقها في كل موضوع مقترح. مثلا أعطيكم مثال بالنسبة للمحور الأول، هو محور العمل. مثلا لموضوع يتحدث عن الشاب لا يفتأ يتغيب عن عمله، كثيرا ما يصل متأخرا إلى المؤسسة التي يعمل بها متعللا بالازدحام أو مدعيا الإرهاق والمرض، حتى ساءت علاقته برئيسه في الشغل. سنبين من خلال هذا النموذج الآثار السلبية لهذا السلوك، ونبرز شروط النجاح في العمل وما يحققه ذلك من مكاسب للفرد والمجتمع. هذا هو المعطى والمطلوب. بالنسبة لهذا الموضوع، مقدمته لا المقدمة العامة أتحدث لا تحفظ هكذا ونأتي بأي مقدمة عامة تتحدث عن العمل في المطلق ويعني نقحمها في المقدمة، لا، بل سنتحدث كمقدمة عامة عن مثلا التهاون في العمل وعدم الالتزام بقواعد الضمير المهني. هذا يعني الإطار العام. ثم نخصص ونربط ذلك بنموذج الشاب المذكور في المعطى، يعني في الموضوع، ثم ننطلق بعد ذلك بإدراج الأطروحة المدعومة والمدحوظة إلى غير ذلك. هكذا تكون يعني المقدمة العامة، تكون قريبة جدا من الموضوع المقترح ولا تكون بعيدة
كل البعد عن نص الموضوع. إذن من بين الأشياء الأخرى التي يجب أن نتجنبها ألا ندرج في المقدمة نقاطا تهم التحليل، لأن التحليل والتوسع في الأفكار يهم الجوهر. أيضا بالنسبة للمقدمة لابد أن نعلم أنها تشتمل على 4 نقاط مهمة، وهي أولا ذكر مناسبة الحوار في الموضوع الحجاج القائم على الحوار فقط. بالنسبة للمواضيع القائمة على الحوار، يعني المواضيع التي نجد فيها أنقل الحوار الذي دار بينكما مبرزا ما اعتمدته وصديقك أو ما اعتمدته ووالدك من آراء وحجج لإقناعه بموقفه. بالنسبة لهذه المواضيع نذكر مناسبة الحوار في المقدمة، ثم بعد ذلك نذكر الأطروحة المدعومة والأطروحة المدحوظة. يعني الأطروحة المنفية والأطروحة المدعوم، وقد فسرنا ذلك في الفيديو السابق ما معنى أطروحة مدحوظة وأطروحة مدعومة. بالنسبة للأطروحة المدعومة أو ما نسميها بالأطروحة المثبتة، هي الأطروحة التي نتبناها وندافع عن أفكارها وآرائها، عن الأفكار والآراء التي يعني تطرحها هذه الأطروحة، وذلك من خلال يعني حجج قوية للإقناع. أما الأطروحة المدحوظة فهي التي نعمل على الكشف عن عيوبها وعدم صلاحيتها. هذا ما معنى أطروحة مدعومة وأطروحة مدحوظة. إذن في المقدمة أيضا نذكر أطراف الحوار. أطراف الحوار: أنت والصديق، أنت وأخوك، أنت وأمك. يعني تنظر في نص الموضوع في المعطى وتستخرج أطراف الحوار وتذكر هذه الأطراف في المقدمة. أيضا يجب أن نذكر التأطير، أن نحدد الإطار الزمني والإطار المكاني في المقدمة، هذا ضروري. كما لا يخفى عليكم نمط الكتابة في المقدمة تكون سردية، لا يمكن أن ندرج في المقدمة حوارا، فهذا الخطأ المنهجي فادح. كثيرا ما نجد يعني بعض التلاميذ قد يدرجون حوارا منذ المقدمة، وهذا الخطأ يعني غير مقبول البتة. كذلك في المقدمة نطرح الإشكالية. ما معنى طرح الإشكالية؟ طرح الإشكالية يعني بعد أن نحدد عناصر المعطى نصوغها في شكل أسئلة، لكن الخطأ الفادح هنا أن نطرح إشكاليات من هذا القبيل، كأن نقول ما هي الحجج التي اعتمدناها، أو كأن نقول مثلا هل تمكنت من إقناع صديقي. فهذا النوع من الأسئلة لا يمكن إدراجه في المقدمة، إنما تكون الإشكالية من نوع مثلا فما هي الآثار السلبية لهذا النوع من السلوك، يعني من السلوك الذي تحدثنا عنه سابقا وهو التهاون في العمل. أو يمكن أن نطرح أيضا سؤال: ما هي شروط النجاح في العمل؟ وهكذا. إذن هذا بالنسبة فيما يخص المقدمة، كل ما يجب علينا تجنبه وما يجب علينا أن نأتيه. الآن نمر إلى الجوهر. بالنسبة للجوهر، يمكن أن يتضمن الجوهر حوارا في المواضيع التي تتطلب حوار، فيبنى عن طريق طرادتين، يعني عن طريق خطابين.
مخاطبة أولى تخصني يعني تخص المتكلم، ومخاطبة تخص الطرف الآخر. وبهذا نفهم هنا أطروحتين، أطروحة مثبتة مدعومة وأطروحة مدحوظة. تضم كل منهما الحجج الخاصة بها. يجب أن نبتعد عن الثرثرة والكلام الذي لا يفيد المقال في شيء. كثيرا ما نجد كلام يعني لا يخدم الفكرة ولا يخدم الحجة، مثلا أهلا بك، أهلا، كيف حالك، كل هذا الكلام يسمى ثرثرة، نتجنبه ونتحدث فقط في الكلام الذي يفيد الفكرة التي نريد أن نقنع من خلالها الطرف الآخر. كذلك المخاطبة يعني الطرادة تقوم على فكرة أو أكثر، يمكن أن تقوم على فكرة واحدة وحجة، كما يمكن أن تقوم على أكثر من فكرة وأكثر من حجة. يجب الانتباه أيضا إلى تأطير الخطاب تأطيرا سرديا وصفيا، فلا نقول مثلا قلت، أجبت، أردفت قائلا، بل عندما نريد أن ندرج حوارا أو أن نجيب عن موقف ما سنؤطر ذلك تأطيرا وصفيا أو سرديا، فيعني نستعمل الأوصاف، نستعمل الأفعال، نستعمل المركبات النعتية إلى غير ذلك. وسوق مثال، فأقول مثلا عندما أتحدث مع صديق يعني مدمن على الكحول أو التدخين وأريد أن أتحدث معه لإقناعه برأي يعني الذي يقوم على استنكار فعله أو دعوته إلى الإقلاع عن التدخين أو الإدمان، فأقول نظرت في وجه صديقي مستغربا حاله التي انقلبت إلى الأسوأ، مستنكرا ما الذي دفعه دون تفكير إلى مستنقع الإدمان، فقلت له. تنظرون هنا إلى فعل القول، لم يأتي هكذا، إنما أطرناه بتأطيرا سرديا ووصفيا. كذلك في الجوهر يجب أن نلتزم بآداب الحوار، وهذا مهم جدا، فلا نشتم، لا نشتم المخاطب ولا نرد على رأيه مهما كان خاطئا بأسلوب هجين أو جارحا، فلا نقول مثلا أيها الأحمق عندما يخطئ، فلا نقول عنه مثلا وأنا أخاطبه أنت إنسان غير سوي عندما يكون في حالة إدمان وأنا أريد إرشاده وأريد يعني تصحيح خطئه، لابد أن أتحدث معه وأن أخاطبه بأسلوب يعني راق، ولا أستعمل الأسلوب الهجين والتجريح. هذا بالنسبة إلى المقدمة. أيضا بالنسبة إلى الحجج، لابد أن نستحسن ترتيب الحجج من الأضعف إلى الأقوى حسب المخاطبة. يعني الحجة العلمية مثلا تعتبر قوية إذا كان حوارك مع عالم مثقف، وتعتبر ضعيفة إذا كان خطابك موجها لأمي جاهل بالعلم. تنظرون هنا السياق هو الذي يعني المقام هنا هو الذي يحدد قوة الحجة من عدمها. كذلك الحجة الدينية تكون قوية مع المسلم وضعيفة مع الملحد، لأن المسلم سيأخذ بها ويقتنع بسهولة، أما الملحد فلن يقتنع بها بسهولة لأنه لا يؤمن بها كفكرة. أيضا يمكن ترتيب الحجج كما يلي مع مراعاة نوع الخطاب. بالنسبة للحجج، أنتم تعلمون أن الحجج تختلف، لدينا العديد من الحجج في المقال الحجاجي، فنجد حجة المماثلة
كأنه ماثلة بين الشيئين. حجة المقارنة أيضا، نقارن بين فكرتين، نقارن بين رأيين، نقارن بين أسلوبين. ثم هناك الحجة الثالثة، وهي حجة الشاهد القولي، كأن نأخذ مثلا حجة لكاتب مثلا أو شاعر أو مفكر، وكثيرة هي حجج الشاهد القولي للكتاب العرب، مثلا مارون عبود فيقول عن العمل: المتقاعس في العمل ساقط لا محالة في هوة الشقاء. كذلك يتحدث أحمد أمين عن أهمية العمل فيقول: مقياس رقي الأمم إنما هو في أداء أفرادها ما عليهم من واجبات. نلاحظ هنا أن أحمد أمين يؤكد على أهمية القيام بالواجبات نحو يعني المجتمع حتى نرتقي به. كذلك يقول رجب بودبوس: إن الإنسان يشعر بعدم كل يوم عمل أنه برر ذلك اليوم، فيشعر بالراحة والرضا. إذن تختلف يعني الحجج من كاتب لآخر، ونستعمل نحن الحجج حسب الفكرة التي ندرجها، نختار ذلك حسب يعني قوة الحجة وحسب قوة الفكرة التي نريد الإقناع بها. كذلك نجد الحجة الواقعية. الحجة الواقعية هي الحجة التي نأخذها من الواقع، مثلا عندما نتحدث عن ظاهرة التشرد، فالحجة الواقعية مثلا نأخذ أطفال الشوارع في سوريا، أو نأخذ أطفال الشوارع في كولومبيا مثلا، ونستدل بأنهم أطفال يستغلون من عصابات في عمليات الإجرام وترويج المخدرات، وندرج نسبا مثلا مئوية في هذا الغرض. كذلك لدينا الحجة الدينية، وتتمثل في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. في هذا النوع من الحجج نقتبس نصوصا قرآنية ونوظفها حسب المطلوب. من بين النصوص النبوية مثلا في مجال العمل يمكن أن نقول: إن الله إذا يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهكذا. إذن لابد أن نوظف الحجج توظيفا يعني سليما. بعد ذلك لابد أن نوصي التلاميذ من مطابقة الحجة للسياق، فلا أتحدث مثلا عن أهمية الموسيقى الحديثة وأدرج بيتا شعريا لشعراء قدامى جاهليين منذ العصر الجاهلي، فهذا خاطئ. كذلك التنويع في الحجج مهم جدا، لابد أن ننوع في الحجج. كذلك ضرورة استخدام أدوات الربط المنطقي، لابد أن لا ننسى أن نستخدم الروابط المنطقية، فهي كثيرة ونستخدمها حسب يعني ما يتماشى مع السياق. هذا بالنسبة للجوهر. الآن سنتحدث عن الخاتمة. الخاتمة لابد أن تكون يعني تقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول بالنسبة للموضوع القائم على الحوار، الركن الأول يكون وصف حال المخاطب، يعني بعد أن ننهي كلامنا في الجوهر سنمر إلى الخاتمة. في الخاتمة نتعرض إلى وصف حال المخاطب: هل ارتبك؟ تلعثم؟
صمت، لابد أن نوظف مثل هذه الأفعال في الخاتمة. بالنسبة للركن الثاني هو مآل الحوار، يعني هل اقتنع الصديق، هل اقتنع الأب، هل اقتنع المخاطب أم لم يقتنع. ثم الركن الثالث الفعل الذي يدعم مآل الحوار، كأن مثلا يقتنع الصديق فيرمي مثلا بالسجائر على الأرض إذا كان الموضوع هنا يتطلب حوارا، فتكون الخاتمة استنتاجا بالنسبة للموضوع الذي لا يتطلب حوار، تكون الخاتمة فيه استنتاجا. الخاتمة أيضا تكون سردية لا حوار فيها ولا شواهد فيها. ننتبه في الخطأ الذي نلاحظه دائما أن الخاتمة في بعض الأحيان يدرج فيها التلاميذ حوارا، هذا خاطئ، لا يجب علينا إدراج حوار في الخاتمة. إذن بهذا ننهي درسنا اليوم، وقد تعرفنا فيه على منهجية المقال الحجاجي، ما الذي علينا فعله وما الذي علينا تجنبه. وسنقدم في فيديوهات قادمة إن شاء الله نماذج لبعض المواضيع المرفقة بالإصلاح. أرجو أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة أصدقائكم للفيديو حتى تعم الفائدة. إلى اللقاء.